نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلع على نتائج الحراك الدبلوماسي لإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والسلام المستدام. وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع جميع المنافذ البرية والبحرية بحضور وزيري النقل والإدارة المحلية. قوات الجيش الوطني تحبط محاولة تسلل حوثية بالريف الغربي لمدينة تعز بالتزامن مع قصف الميليشيات قرى مديرية مقبنة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة لأخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عزاه فيها في وفاة الشيخ محمد صباح محمد الصباح سلمان الصباح. وعبر فخامة الرئيس في البرقية باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند صديقة، وذلك في ضحايا تصادم قطارات بولاية أوديشا شرقي البلاد. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس مورمو بضحايا الحادث الأليم، متمنيا لعائلات المتوفين الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب الشعب الهندي الصديق كل مكروه. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضواء المجلس الدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي، استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جرونبرغ. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضواء المجلس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام المستدام. وأكد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. هذا وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد. وأوضح الرئيس أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحمل فخامة الرئيس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان والإفراج الفوري عنه بعيدا عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطا أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومساعد مبعوث الأمم المتحدة معين شريم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبد الله العليمي برقية عزاء ومواساة بوفاة العلامة سعيد بن سعيد بن حزام الذي وفاه الأجل بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما قضى معظمها في خدمة دينه ووطنه.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي في برقيته التي وجهها لأولاده عبد الرحمن وشهاب وكافة أسرته وأقاربه بمدينة تعز إلى مناقب الفقيد الوطنية ومواقفه المشرفة وجهوده المخلصة في خدمة وطنه ودينه ومحيطه الاجتماعي من خلال ما اكتسبه من علم ديني وفقهي على أيدي عدد من العلماء والمشائخ في عدد من محافظات الجمهورية. وأشاد الدكتور العليمي بالإسهامات الكبيرة التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته من خلال عمله مدرسا في مدرسة الثورة ومعهد تعز العلمي وموجها تربويا في عدد من مدارس محافظة تعز وعضوا في جمعية علماء اليمن في مدينة تعز، مشيرا إلى أنه كان مثالا كبيرا في التفاني والإخلاص وحب الوطن، مؤكدا أن رحيله يشكل خسارة كبيرة على الوطن. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهله وكافة أسرته وتلامذته ومحبيه بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبيرغ، بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام. وخلال اللقاء استمع الوزير بن مبارك إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني وفرص وتحديات تحقيق السلام. وجدد الوزير بن مبارك حرص المجلس الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاثة المعتمدة. حضر اللقاء نائب المبعوث الخاص معين شريم. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لتقييم والتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحضور وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري. وناقش الاجتماع أوضاع المنافذ البرية والبحرية ووقف على الاختلالات الحاصلة في بعض هذه المنافذ ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاح هذه الاختلالات. وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة كلا في إطار اختصاصه للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة، مؤكدا على تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء. حضر الاجتماع عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية. تعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا اللقاءات الفنية بين الجانبين اليمني ممثلا بالبنك المركزي ووزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اجتماعات بعثة الصندوق السنوية لجمع البيانات والمعلومات والوقوف على وضع الاقتصاد اليمني والتي بدأت افتراضيا في 25 من شهر مايو الماضي، هذا وتتواصل حضوريا ابتداء من 2 وحتى 7 من الشهر الجاري. وتتناول اللقاءات آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية وآفاق السلام والتحديات والعوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية الإرهابية أمام جهود السلام واستهدافها للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذا مناقشة مدى التقدم في تنفيذ خطط الإصلاح النقدي والمالي وتأثير الاستهداف الإرهابي للميليشيات الحوثية على قطاع النفط وخطورة وضع الأمن الغذائي وآفاق التمويل الخارجي وفقا لتعهدات الأشقاء وبرنامج إصلاح صندوق النقد العربي والجهات الدولية في المجالات النقدية والمالية وأهمية التسريع بتقديم تلك التعهدات وتنفيذ برنامج الإصلاح للمضي قدما في تحسين واستقرار الأوضاع النقدية والمالية، فضلا عن استعراض الدين المحلي والخارجي ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز وضرورة الإسراع في تسيير المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة. واستعرض الوفد الحكومي آخر المستجدات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية واستغلال الميليشيات الحوثية الإرهابية للتهدئة لشن حرب اقتصادية خطيرة على مختلف مجالات وقطاعات الحياة،
خصوصا تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين بشكل مباشر، منوها بأهمية التسريع بحزمة الدعم المقدمة من الأشقاء في دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد الدعم الدولي من شركاء وأصدقاء اليمن ودورها في الإسهام بمعالجة عدد من الأزمات والنهوض بالواقع الخدمي والإنساني والتنموي، معربا عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة ودعم قدرات وزارة المالية واستقلالية البنك المركزي. وتطرق الوفد الحكومي إلى سياسة وجهود الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والنقدية والمالية والإيرادية وتحسين المالية العامة، وكذا تنمية قدرات القطاعين النقدي والمالي وتعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وكذا التطرق للآثار الاقتصادية جراء التصعيد العسكري الإرهابي الحوثي واستهدافهم موانئ تصدير النفط والمتمثلة بتراجع الإيرادات والتدابير والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتخفيف آثار توقف تصدير النفط، وبما يعزز استدامة المالية العامة وقدرتها على استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وأشار الوفد إلى خطط وتطلعات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وإسهام الهدنة الأممية وجهود السلام بشكل إيجابي في تخفيف المعاناة الإنسانية، لافتا إلى تعامل الحكومة بشكل إيجابي مع الملف الإنساني بما في ذلك فتح المنافذ والطرق بالرغم من الآثار الاقتصادية في تراجع الإيرادات وذهابها إلى ميناء الحديدة ورفض الحوثيين توجيه تلك الإيرادات لصرف المرتبات. احتضنت العاصمة الأردنية عمان اللقاء الوطني الأول لحركة التغذية في بلادنا الذي أقيم برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وضم نائب وزير التخطيط والمنسق الوطني لحركة رفع مستوى التغذية في اليمن الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء الوزارات أعضاء لجنة تسيير الحركة وأعضاء الفريق الفني لحركة التغذية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتطرق الوزير باذيب إلى المؤشرات الخطرة لسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، هذا الخطر الذي يهدد حاضر اليمن ومستقبله، قائلا إن سوء التغذية بكل أشكاله قضية وطنية حرجة تضيف على عاتقنا المثقل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، تضيف عبئا يوازي تلك القضايا مجتمعة نظرا لارتباطه المباشر بالقدرة على مجابهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أهمية اللقاء لكافة الشركاء والمؤثرين على التدخلات الرامية لمجابهة سوء التغذية وأسبابه المتعددة وضرورة جعل التغذية في قلب جهود الانتعاش الاقتصادي والنمو وتعزيز السلام، لافتا إلى أن التطورات العالمية تشير لتهديدات تتعلق بمحدودية التمويلات الإنسانية وحتى تلك المخصصة للتعاون الدولي الإنمائي في ظل أزمات عالمية اقتصادية وسياسية وبيئية متتالية، الأمر الذي يستوجب على الجميع التخطيط والعمل بطرق جديدة تضمن استدامة التمويلات وتعزيز قدرات النظم الوطنية لتحمل جهود الاستجابة والتنمية، وكذا تأكيد قيم الشراكة والمساعدة والملكية وترجمتها إلى ممارسات وآليات في الواقع العملي. وشدد وزير التخطيط على أهمية خروج اللقاء بنتائج وتوصيات تساهم في رسم خارطة طريق للعمل والشراكة الجديدة، داعيا لتطبيق آليات العمل من أجل شراكة جديدة بقيادة وطنية واستدامة، وكذا مضاعفة الجهود المشتركة للمضي قدما في شراكة تعاونية وتكاملية، معربا عن شكره للمنسق المقيم وممثلي الأمم المتحدة القطريين على دعمهم لتنفيذ اللقاء الوطني لشركاء التغذية، وكذا كافة الجهات والفرق الفنية المشاركة في الإعداد والتحضير لعقد هذا اللقاء الهادف لتعزيز الشراكة ومجابهة سوء التغذية في بلادنا. ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح بمدينة جنيف مع المدير الإقليمي لمكتب الشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري تدخلات المنظمة وشركائها في القطاع الصحي اليمني والسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة القصوى من مجالات الدعم المقدمة له في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. الدكتور بوحيبح وضع المسؤول الأممي أمام الاحتياجات الملحة
للقطاع الصحي وقضايا عديدة متصلة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة والانتقال به إلى الجوانب المستدامة والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعاطي مع الوضع الصحي الراهن والمتأثر بالحرب ونتائجها. ناقش وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس سير معالجة جملة من القضايا المتعلقة بالتسويات والعلاوات وطلبات التوظيف. وتطرق الوالي ولملس خلال اللقاء إلى سير العمل الجاري بشأن قضايا المعاشات والتسويات والحد الأدنى للأجور والقضايا المتعلقة بالتوظيف والخطوات والآليات التي جرى العمل عليها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على العمل المؤسسي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية وضرورة التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة لضمان تكامل الجهود ونجاح العمل. ميدانيا، أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة التسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غرب تعز. وبحسب ما نشر المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولة التسلل لميليشيات الحوثي في جبهة الأحطوب بالريف الغربي لمدينة تعز بتزامن مع قصف شنته ميليشيات الحوثي على قرية مديرية مقبنة. وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية السبت من إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة عصيفرة شمالي المدينة. عقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن منصور ثواب اجتماعا بقادة الوحدات والقطاعات العسكرية لمناقشة أوضاع ومستجدات الجبهات ومستوى جاهزية الوحدات على امتداد مسرح عملياتها. وأشاد اللواء ثواب بدور أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية مثمنا تضحيات منتسبيها في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتها. وأحث قائد المنطقة العسكرية الثالثة قادة الوحدات والقطاعات العسكرية على رفع الجاهزية القتالية مشددا على بذل أقصى الجهود في اليقظة العالية لمواجهة أي اعتداءات للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. من جانبهم جدد قادة القطاعات والوحدات التأكيد على المضي في الدفاع عن الوطن والجمهورية حتى تحرير كل شبر من الوطن من إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع محسن بيبك مع ممثلين عن القطاع الخاص مشروع أسواق الأفكار الاستثمارية المقترح تنفيذه منتصف شهر يونيو الجاري. وتطرق اللقاء إلى مناقشة تشكيل لجنة تحضيرية من الوزارة والقطاع الخاص لغرض الإعداد والترتيب لتنفيذ فعالية مشروع أسواق الأفكار الاستثمارية. وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشروع يهدف إلى التسويق للأفكار الاستثمارية للشباب والرياضيين وإطلاق منصة لعرض الأفكار الاستثمارية وخلق فرص التقاء بين الفكرة ورأس المال، فضلا عن نشر الوعي الاستثماري للأفكار المبدعة وأهميتها وتكوين قاعدة بيانات خاصة بها. حضر اللقاء مدير عام الاستثمار بالوزارة عبد المعين الحماطي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله تعالى.
ولمن فاتته النشرة تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلع على نتائج الحراك الدبلوماسي لإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والسلام المستدام. وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع جميع المنافذ البرية والبحرية بحضور وزيري النقل والإدارة المحلية. قوات الجيش الوطني تحبط محاولة تسلل حوثية بالريف الغربي لمدينة تعز بالتزامن مع قصف الميليشيات قرى مديرية مقبنة. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله.